مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم، ولا نزال في ثاني أيام العيد المبارك عيد الأضحى، عساكم من عوادة إن شاء الله. طبعا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أدامه الله علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية وقيادتنا السامية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي العهد الأمين حفظهم الله ورعهما بالفرح والسرور والبهجة والصحة في العيد إن شاء الله. تكثر الأمنيات وتضرع الكثير في هذه الأيام المباركة بالدعاء، وإحنا في هالديرة الطيبة نرفع أكفأنا طبعا أكيد لله سبحانه وتعالى بأن يمن على والدنا وقائدنا وربان سفينتنا بالشفاء، وإن شاء الله يا رب يرد لنا سالم ومعافى في القريب العاجل، ونحن بانتظار هذا اليوم. اليوم معاكم مشاهدينا راح نستكمل معاكم حلقة من برنامج سواعد العطاء اللي راح يقدم كل شيء أو نستضيف معكم كل من يقدم كل ما لديهم في سبيل هذه الأرض الطيبة، يعملون في صمت في كل مكان ومتواجدين يلبون نداء الوطن في جميع الأوقات. راح نكون احنا معهم وراح ناخذكم معنا قريبين منهم وراح نشارككم فرحة العيد في هذه الحلقة. فاصل مشاهدينا ونواصل. طبعا مراسلين كالمعتاد جنودنا البواسل منتشرين اليوم في الكثير والكثير من الجهات اللي جهودها ما تتوقف لا في العيد ولا في غيره ولا تعرف الراحة. راح نبدأ معاكم اليوم من مطار الكويت الدولي، فاليوم طبعا المشهد راح يكون مختلف في المطار، صورة من صور التضحيات والواجب الوطني في هذا اليوم بالذات. يعني اليوم انتهى العد التنازلي وبدأ التشغيل التجاري لمطار الكويت الدولي في تعاطي واستحقاق جديدين لعودة الحياة الطبيعية تدريجيا. اليوم هو الأول من أغسطس وبدأ الطيران ودبت الحركة والنشاط في المطار، وكأنه كان يتشوق لاستقبال عشاق السفر بعد إغلاق قسري فرضته أكيد جائحة كورونا واستمر قرابة الخمسة أشهر. اليوم والآن معنا من مطار الكويت الدولي مراسلنا يوسف صفر راح يضعنا في الصورة. يوسف إذا ممكن تعطينا فكرة، أول شيء عيدكم مبارك لك وأكيد ولجميع العاملين اليوم في ثاني أيام العيد المبارك، طبعا يا ريت لو نعرف منهم شعورهم في هذه الأيام المباركة ومع بداية عمل المطار في أول يوم شغل بعد قرابة خمسة أشهر من التوقف. تفضل يوسف. نعم، كل الشكر لك زميلتي، وعيدك مبارك وعيد مبارك للسادة المشاهدين مشاهدين شاشة تلفزيون دولة الكويت. مثل ما تفضلتي عزيزتي مها، متواجدون الآن في مطار الكويت الدولي. طبعا اليوم الأول من أغسطس هو اليوم المفصلي لمطار الكويت الدولي لانطلاق المرحلة الأولى في نسبة تشغيل 30% بالنسبة للطيران التجاري. في شكل عام عندنا في اليوم 10,000 مسافر سواء من القادمين والمغادرين إلى أرض دولة الكويت، انطلقت اليوم ولله الحمد. أعزائي المشاهدين، في الأمس كنا معاكم في الإدارة العامة للإطفاء، وأيضا كنا في وزارات دولة عدة منها وزارة الداخلية، إدارة الطوارئ الطبية، وزارة الصحة، كلهم على رأس عملهم لتقديم خدمة لهذا الوطن المعطاء. اليوم تواجدنا في مطار الكويت الدولي في ثاني يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، الله يديم أيامنا كلها أعياد وأفراح في دولة الكويت. نستضيف معنا أخوي سعد العجمي من الإدارة العامة للطيران المدني، وهو أحد الموظفين المتواجدين على رأس أعمالهم في ثاني يوم في مطار الكويت الدولي. وأحب أنوه أن أخونا سعد متواجد من الصباح الباكر وخلص دوامه، لكن أصرينا عليه أنه يطلع معنا ليعطينا كلمة من خلال تواجدهم في مطار الكويت الدولي. أمسي عليك بالخير أخوي سعد، الله يعطيكم العافية لخدمتكم للناس وهذا الوطن المعطاء دولتنا الحبيبة الكويت. شنو طبيعة عملكم في مطار الكويت الدولي في شكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. طبعا احنا متواجدين اليوم في ثاني أيام العيد
لخدمة وتسهيل الركاب والمسافرين من المواطنين والوافدين. نعم. أنتوا الناس كلها قاعد تعايد سواء من الأهالي والأصدقاء وغيره من تواجدك في مطار الكويت الدولي وعلى رأس عملك وتقديم مثل ما قلنا في البداية شيء بسيط لهذا البلد، شنو الكلمة اللي توجهها؟ طبعا هذا أقل ما يمكن نحن نقدمه لوطننا الغالي، والوطن يستاهل أكثر من هذا طبعا، وإن شاء الله ما راح نقصر بإذن الله باللي نقدر عليه. الله يعطيكم العافية وعساكم على القوة، ومثل ما أكدتنا أن تداومك خلص، وشكرا لك على هذه المداخلة. أعزائي المشاهدين، مثل ما قاعد نأكد لكم دائما من خلال تواجدنا الدائم في مطار الكويت الدولي، أيضا نستضيف معنا المهندس عبد الله بخش، وهو الآن متواجد أيضا على رأس عمله في ثاني يوم العيد. عيدك مبارك ويعطيكم العافية من خلال تواجدكم على رأس عملكم في ثاني يوم العيد. أخوي عبد الله، كلمة نوجهها للسادة المشاهدين عن طبيعة عملكم في مطار الكويت الدولي في ثاني يوم العيد. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم بخير. احنا كإدارة هندسة في إدارة عامة للطيران المدني متواجدين على رأس عملنا على مدار الساعة، متواجدين لتجهيز المطار بالنسبة حق التشغيل الأول اليوم للرحلات التجارية. تم الاستعداد التام في جميع النواحي الفنية ومن معدات تجهيزها كلها لرحلات المسافرين والعائدين إن شاء الله. مثل ما وجهت السؤال لزميلنا أخوي سعد قبل شوي، الناس كلها قاعدة تعايد وقاعدة في بيوتها وممكن عندها زوارات، شنو هذا يعني لكم أنتم في هذا اليوم من تواجدكم على رأس عملكم في مطار الكويت الدولي؟ بالعكس أخوي يوسف، هذا أقل شيء نقدمه لدولة الكويت الحبيبة، لأن هي معطاء في لعيالها، وإحنا أقل شيء نقدمه نكون على رأس عملنا متواجدين على مدار الساعة للمسافرين وحتى للواصلين إن شاء الله. سؤال صعب، شنو الكلمة اللي توجهونها لأنفسكم خلال هذا اليوم؟ بالنسبة للعاملين، أنا بصراحة أوجه كلمتي للعاملين جميعا في مطار الكويت الدولي، في إدارة المطار المدني، متمثلة الداخلية، الإطفاء، الجمارك، كلهم الله يعطيهم ألف عافية، متواجدين على مدار الساعة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، أثناء الأعياد كلهم متواجدين لخدمة مطار الكويت الدولي ومفسادين إن شاء الله. كل الشكر لك المهندس عبد الله بخش، والله يعطيكم العافية على دوركم الإيجابي والبصمة الواضحة في مطار الكويت الدولي. أعزائي المشاهدين، مثل ما أكدنا في بداية لقائنا أن هذه خلية نحل متواجدة من جميع منتسبين الإدارة العامة للطيران المدني، من موظفين سواء إداريين وأيضا فنيين، وأيضا لا ننسى الدور الواضح بالنسبة لرجال الداخلية في الجمارك وأيضا الجوازات، الخطوط الجوية الكويتية، الإدارة العامة للإطفاء، أيضا وزارة الصحة، وجميع المنتسبين إلى مطار الكويت الدولي، الله يعطيهم العافية لخدمة هذا الوطن المعطاء، والله يحفظ كويتنا الحبيبة. وعودة لزميلتي مرة أخرى. أمين. طبعا شكرا لك يوسف صفر، كان معنا من مطار الكويت. شكرا لك وشكرا لكل العاملين في مطار الكويت الدولي، يعطيكم ألف عافية وعساكم على القوة دائما، وانتم خير الكويت أكيد. لا نزال معكم وبرنامج سواعد العطاء مع أبطال ثانيين أكيد، رجال ونساء من أبناء هذه الديرة الطيبة. طبعا عطائهم لا يتوقف، متواجدين في حياتنا بشكل مباشر وشبه مباشر وغير مباشر، لكن كل يوم نشوفهم بصمتهم وبإنجازاتهم وبجودهم. طبعا هذيلا أبطال العيد، مهم بس أكيد نتكلم عن وزارة الصحة، وزارة الداخلية، والجيش، والإدارة العامة للإطفاء وغيرهم. سواعد العطاء في هذا الوطن بكل مكان للحفاظ على بهجة العيد. في الأعياد والمناسبات تنتعش الحركة في الأسواق والجمعيات والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن. طبعا ليتم ضبط الأسعار وضمان الالتزام بالقوانين، تنشط الجولات التفتيشية لفرق وزارة التجارة لمراقبة ورصد المخالفات بلا توقف. راح نشوف معكم هذا التقرير عن جهود العاملين بالعيد من أبناء وزارة التجارة والصناعة ونعود لكم. هذا المبنى اللي خلفي حاليا يحتوي على قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة. من هذا المبنى
تتم استقبال الشكاوى للمستهلكين. راح ندش الحين معاكم ونشوف الموظفين المداومين خلال عيد الأضحى المبارك ونشوف جهودهم اللي يسوونها. وزارة التجارة تفضل. خلال إجازة عيد الأضحى يتواجدون شبابنا في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة، بعيدين عن أهلهم وأحبابهم، يستمرون في تقديم كل الدعم للمستهلكين في هذه الإجازة. بالنسبة لأيام عيد الأضحى المبارك، نحن متواجدين على العمل على مدار الساعة في غرفة الاستعلام الآلي وغرفة العمليات المركزية وفريق الطوارئ. عندنا عدد مكالمات اللي استقبلناها لتقديم الشكاوي والاستفسارات وكذلك متابعة شكوى. في حال تم تقديم شكوى مسبقا نستطيع نسألك حاليا مجرد اتصال على 135 الخط الساخن لوزارة التجارة، يبين عندنا بالنظام حالة شكوى في حال تمت هذه الشكوى وشنو هو الإجراء. موظفين قطاع الرقابة التجارية أيضا متواجدين في الميدان خلال إجازة عيد الأضحى. حاليا فتسين وزارة التجارة منتشرين في جميع المنطقة وجميع المحافظات. وردتنا شكوى عبر الجهاز اللاسلكي وتم التوجه حاليا للمحل المذكور على الإجراء اللازم. يعطيكم العافية، وإحنا راح نتجول معاكم ونرصد جهودكم في هذا الخصوص. الله يعافيك وحياكم الله. يستقبلون الشكاوي ويرصدون كل من يحاول التلاعب في الأسعار والغش. هل السلع هذه يعني أو التجارة هذه تكثر في أوقات المناسبات مثلا عيد الأضحى والمناسبات الرسمية؟ موجودة سلع مغلدة كثيرة بالسوق حاليا الفترة هذه، خصوصا وقت الأعياد وقت المناسبات. ويعني قاعد تشايف الدولات التفتيشية قاعد نحاربهم كثر ما نقدر احنا بالعقد المستطاع. سواعد العطاء في مراكز الطوارئ بوزارة التجارة متواجدين في الإجازات الرسمية لعيد الأضحى، يشتغلون بكل تفاني وإخلاص لخدمتكم. بمناسبة العيد الأضحى المبارك أتقدم بأسمايات تهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد جابر صباح حفظ الله ورعاه، وسمو ولي العهد شيخ نواف الأحمد جابر صباح رعاه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء والمواطنين والمقيمين وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. عاد الله علينا هذا العيد باليمن والبركات، ونسأل الله أن نجتاز هذه الأزمة ونحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يشرفني أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أصدق التهاني القلبية الخالصة مقرونة بدعاء نتضرع به إلى الباري عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية إثر العارض الصحي ويعود إلى أرض الوطن مشافى معافى بإذن الله. كما أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى سمو نائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية. وإلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب الكويتي الوفي وجميع المقيمين على أرض الكويت الغالية، وعيدكم مبارك. ننقل لكم مشاهدينا صورة أخرى مشرفة من صور الكفاح والبذل والعطاء مع أبطال وزارة الداخلية مع حراس الوطن والعين الساهرة. إنهم فريق أو الفريق الأمني لمدينة صباح الأحمد البحرية التابع لوزارة الداخلية، معرضين نفسهم دائما للخطر، مستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل هذا الوطن. زميلنا رائد الشمري معهم اليوم في مركز العمليات ومتواجد ليكشف لنا حجم المهام الملقاة على عاتقهم وعرفنا أكثر على شغلهم. طبعا كل عام وأنت بخير رائد، يا ريت تعطينا فكرة عن الواجبات الوطنية اللي يقوم بها رجال الفريق الأمني لمدينة صباح الأحمد البحرية اليوم وكل يوم. كل عام وانتم بخير زميلة مها، وأيضا كل عام بخير مشاهدينا الكرام، عيدكم مبارك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. بالفعل تتواصل محطات العطاء
يعني يوما بعد يوم ودائما وأبدا مع الرجال الذين يبذلون الكثير والكثير في مختلف الجهات. وزارة الداخلية محطة أخرى من المحطات المهمة من خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، نشاهد ونتابع هنا في مدينة صباح الأحمد البحرية المجهودات التي تبذل، وأيضا نشاهد كثافة بالنسبة للأسر التي تود أن تقضي ثاني أيام العيد وأيضا فترة العيد الأضحى في الشاليهات. مجهودات تبذل على أرض الواقع، وأيضا بصمة من البصمات الحاضرة بقوة لرجال الداخلية للفرق الأمنية الموزعة في مدينة صباح الأحمد البحرية. تواجدنا اليوم يسلط الضوء على هذا الدور الكبير اللي يقدمه رجال الداخلية وأيضا الفريق الأمني لمدينة صباح الأحمد البحرية. أمور عديدة ستكون حاضرة إن شاء الله مع ضيفي وضيفكم في الجانب الآخر اللواء ركن صالح العنزي مدير أمن محافظة الأحمدي. قواكم الله، جهود تبذل، عيدكم مبارك وكل عام أنتم بخير، وكل عام بخير أمانة هالرجال المخلصين الأوفياء اللي يقدمون الكثير والكثير بتنظيم الأمن، بحفظ الأمن في ظل أكيد يعني إجراءات تتبع اليوم وظروف مغايرة مؤكدا مع استمرار جائحة فيروس كوفيد 19. وأيضا في الجانب الآخر فترة الأعياد الكل يمكن يمني النفس بقضاء هذه العطلة في الشاليهات. تكلمنا عن مجهوداتكم، أيضا نتكلم عن فترة العيد كيف يتم فيها النظام الشفتات بالنسبة لدوام وزارة الداخلية في النقطة الأمنية في مدينة صباح الأحمد البحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية عساكم من عوادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بارك على سيدي صاحب السمو أمير البلاد وأتمنى له العودة والشفاء العاجل، وكذلك سيدي ولي العهد والحكومة الرشيدة، كذلك رجال الداخلية على رأسهم سيدي معالي وزير الداخلية وكذلك سيدي وكيل وزارة الداخلية. طبعا لمست جانب مهم جدا فعلا في الأعياد هذه، فرحة وناسة حق الكل، لكن احنا ما ننسى الدور الأمني أو الجانب الأمني اللي احنا نقوم فيه. كثافة في التفاتيش، شادين على النقاط أو الأماكن المهمة. التوزيعات طبعا تختلف في عيد الأضحى، هناك طبعا خطة رسمتها وزارة الداخلية متمثلة في العمليات المركزية، توزعت الخطة على الكل جميع القطاعات الموجودة في وزارة الداخلية. أخص فيها بالذكر طبعا عندنا هنا في نقطة الخيران النقطة الأمنية اللي هو رجال الأمن الأحمدي، طبعا يمكن ما حد يلاحظ عندنا بعض التوزيعات الخاصة اللي موجودة بين الشاليهات، كذلك على الخور نفسه حق رجال الداخلية، ظاهرة انتشرت الفترة الأخيرة وبكل أسف اللي هو موضوع الغرق. احنا متواجدين، كذلك اخواننا في خفر السواحل متواجدين، لكن أمانة احنا دائما نقول المواطن مكمل لدور رجل الأمن. إذا أنت رايح تستمتع في السباحة أو للتجمام مع أسرتك، لا تخلي التجمام هذا يتحول إلى مأساة. السباحة لها شروط ولها طرق تعليم، ما تتعلم السباحة في البحر أو بالخور، تبي تتعلم السباحة هناك أماكن خاصة وأندية خاصة وحمامات سباحة خاصة برايفت بالأمور هذه، لكن التعلم في البحر شفتوا النتيجة هذه. عندنا خلال الأسبوع هذا نفسه اللي احنا متواجدين فيه فقدنا شخصين كويتيين والسبة في عملية عدم السباحة بالشكل الصحيح، تروح تنزه مع ربعك وبكل أسف تفقد واحد منهم، وهذا شيء يألمنا احنا كدولة ليس فقط كرجال داخلية. هذه شغلة. الشغلة الثانية عندنا طبعا موضوع البقيات أو موضوع الجيت سكي، يعني أنت استمتع واستانس، ما حد راح يقول لك لا، ندري أن هذا عيد وهذا بهجة، بس لا تقلبه إلى شيء آخر. عندك جيت سكي، روح بعمق البحر وسوي اللي تبي، لكن لا تيني عليال وتقعد تستعرض عضلاتك على الأطفال وعلى كبار السن وعلى الأسر المتواجدة. جيت سكي آلة خطرة جدا، وأي تهور من صاحب الآلة هذه وانفلاتها راح يسوي كارثة احنا في غنى عنها. نفس الشيء بالنسبة للبقيات، البقي أعد أنه يستخدم في مناطق صحراوية، لكن لما تي أنت وبين الشاليهات ووسط الأوادم هذا شيء خطر جدا عليك، على نفسك أنت وبالنهاية على المتواجدين أو المرتادين. شكر لك اللواء صالح العنزي مدير أمن محافظة الأحمدي. جانب آخر من الجوانب تثلج الصدر صراحة بتواجد العناصر الأمنية بكثافة، يعني إلى جانب أكيد التوعية، الإرشاد، الرقابة، الجانب الأمني أيضا. خلنا ندش نشوف أيضا الجوانب الحاضرة بالنسبة للنقطة الأمنية
الحديثيه مع العميد حقوقي وليد شهاب نائب مدير امن محافظه الاحمدي. قواك الله، يعني ما شاء الله قبل قليل نشاهدك بالنقطه الامنيه التفتيش الحاضر. بالبدايه يعني دوركم في فتره العيد، ونقول عيدك مبارك وكل عام وانت بخير. ايامك سعيده. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بمناسبه عيد الاضحى اتوجه بالتهنئه لسيدي صاحب السمو حفظ الله ورعاه، وكذلك سيدي سمو ولي العهد والحكومه الرشيده، وسيدي معالي وزير الداخليه وسيدي وكيل وزاره الداخليه والشعب الكويتي كله بتهنئه بمناسبه عيد الاضحى المبارك. اعاده الله عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه. طبعا مثل ما انتم شايفين اليوم الثاني من عيد الاضحى، لاحظنا خلال العيد اول يوم كان هدوء، لكن اليوم بدانا نلاحظ الزحمه اللي موجوده في منطقه الخيران او صباح الاحمد البحريه وكثافه السيارات الموجوده. اجراءاتنا بالنسبه حق العيد راح تكون استمرارا لما احنا بداناه واستئنافا لما احنا بداناه بالسابق لراحه اخواننا المواطنين والعائلات الموجوده في منطقه صباح الاحمد البحريه. طبعا بالنسبه مثل ما انتم ملاحظين الزحمه، عندنا كثافه، حطينا خطه جديده حق منطقه صباح الاحمد البحريه، وبدانا فيها بكثافه الدوريات وزياده عدد الافراد والتوزيعات في المراكز التجاريه اساسا لحفظ الامن اول شيء واستقراره، وكذلك لمنع اي تجاوزات او اي مخالفات للاداب العامه مثل التجول مثلا في المراكز التجاريه اللي احنا لاحظناه خلال الفتره هذه القصيره، التجول في المراكز التجاريه بمايوهات السباحه داخل المراكز التجاريه. طبعا هذا كله احنا بدانا نحد منه ونخفف منه، لانه ما يصير طبعا التجاوز هذا، لان كله مخالف اداب العامه، وكثير من المواطنين او كثير من العائلات توجهت لنا طبعا بالشكاوي. بالإضافة إلى أن ما زلنا إلى اليوم أي عندنا ملاحظات بالنسبة حق الشباب أو العزاب قاعدين نأخذ معهم الإجراءات القانونية اللازمة في حالة تجاوزهم أو إقلاق الراحة بالنسبة حق المواطنين أو أي مخالفات أخرى يقومون فيها. ايضا بالنسبه حق الخيول اللي تنزل البحر او اي تجاوزات بالنسبه حق البحر او الامور اللي داخل تزعج الاهالي، دائما احنا لها بالمرصاد. واتمنى طبعا خلال هذه الفتره الموجوده ان احنا يعني نقضي العيد بفرحه، وما نحاول ان احنا ناخذ اجراءات مع اي شخص من الاشخاص الموجودين ان كان من ابنائنا، لان كلهم ابنائنا وبناتنا، فاحنا ما نحب ناخذ فيه معاهم اي اجراء قانوني او نتخذ معاه اجراء للحد من حريته خلال هذا العيد او حتى في الايام العاديه الا في اوقات الضروره. واحب انوه بالنسبه حق اخواننا المرتادين الشاليهات، رجاء عدم التطويل على صوت الموسيقى لعدم توجه بعض المواطنين بالشكاوي لنا حق اغلاق الراحه، او ان عدم ازعاج بناتنا من خلال الشباب العزاب، عدم ازعاج البنات او العائلات خلال هذه الفتره او خلال التجول. شكرا لك العميد حقوقي وليد شهاب نائب المدير العام لامن محافظه الاحمدي، والشكر موصول للامانه. مها يعني واحد وده ياخذ الكل صراحه بهذا الدور الكبير. اخيرا ودي اختم يعني مع احد الجنود الموجودين ايضا، العقيد محمد احمد رجب مساعد مدير الدوريات في امن محافظه الاحمدي. دوركم كبير للامانه، قواكم الله رغم رطوبه الاجواء، لكن لله الحمد في فتره الاعياد تتواصل هذه الجهود وهذا الحس الوطني والتفاني بالعمل. قواكم الله، نقول عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، ونتكلم عن دوركم في فترة الأعياد. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أقدم أسماءي التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعلى عموم الأمة الإسلامية بالخير والبركات. صح، إحنا دورنا وزارة الداخلية متمثلة في الأمن العام بالإضافة إلى القطاعات الأخرى، النجدة والمرور والمباحث الجنائية بالإضافة إلى خفر السواحل، أعددنا خطة مسبقة لمناسبة العيد للحد من أي مظاهر سلبية أو أي شيء يعكر صفو مرتادين الشاليهات أو الأهالي أهم وزوارهم. فخطتنا إن شاء الله ما تقتصر فقط على عمل تفاتيش، إحنا عندنا قوة ودوريات راجلة أيضا في المجمعات والمحلات التجارية في المنطقة، بالإضافة إلى قوة راجلة تكون موجودة في الشواطئ للحد من أي مظاهر سلبية أو أي شيء يعكر صفو مرتادي الشاليهات. كلمة يعني أخيرة مع لكي نجعل هذا العيد سعيد وفرح لهذه الأسر اللي توافدت يمكن بكثافة للشاليهات.
صحيح، احنا بس نبي العموم يتعاون ويانا سواء مقيمين او مواطنين او مقيمين، واحنا بدورنا نكون نقدم الامن للمواطنين او اي شخص موجود في المنطقه، بس احنا نبي تعاون الناس ويانا وان شاء الله احنا نقوم بدورنا ونوفر لهم الحمايه هذه. وبالختام اسال الله العلي القدير ان يمن بالشفاء العاجل على سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى ويرجع الى ارض الوطن معافى مشافى باذن الواحد الحج. اللهم امين. وايضا شكر صراحه لهذه الجهود التي تبذل والتفاني بالعمل مع ثاني ايام عيد الاضحى المبارك، وتتواصل العطاءات لابناء الوطن في وزاره الداخليه، مجهودات تبذل هنا في مدينه صباح الاحمد البحريه، وبصمات نشاهدها ونتابعها على ارض الواقع من خلال ضبط الامن، وجعل هذا العيد سعيد لهذه الاسر في مدينه صباح الاحمد البحريه. نعم زميلتي معه. شكرا لك رائد الشمري، يعني وصلت لنا هذه الرسالة، يعني كفيت ووفيت أقدر أقول رجالنا في وزارة الداخلية. يعني بصراحة شنو نقدر نقول لكم بهذه الأجواء، بالطقس الحار بالرطوبة، دائما واقفين عشاننا وعشان سلامتنا وعلشان أمننا. وطبعا أيضا من هنا نوجه التحية لرجال جيشنا الهمام في البر والبحر والحدود والمنافذ، رجال العسكرية في وزارة الدفاع والحرس الوطني، الشرفاء أيضا المتواجدين اليوم في ميادينهم خدمة لتراب هذا الوطن، التراب طبعا الغالي والنفيس علينا جميعا. أرفع اسم آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. عيدكم مبارك. يطيب لي أن أتقدم لسيدي حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وشعب الكويت وأخواني الوزراء بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عيدكم مبارك. مشهدنا القادم في سواعد العطاء طبعا مع أبطال دوم نثني عليهم ونشكرهم وندعيهم، أبطال وزارة الأشغال، مهندسون وعمال بناء ومقاولون، خبراء رصف وغيرهم وغيرهم، تراهم يواصلون الليلة بالنهار منتشرين بالشوارع يجددونها ويطورونها ويأسسون المشاريع الجديدة. فهم أنجزوا الكثير في شهور قليلة وواجهوا كورونا بعقلية التحدي، أما نحن يعني أو الفيروس فكان لهم ما أرادوا. راح نشوف معكم هذا التقرير لنشاهد أبطال الليل والنهار، أبطال الشمس، العاملون والميدانيون في وزارة الأشغال، لنتابع. معاكم الآن في أحد مشاريع الطرق في دولة الكويت، طريق الملك فهد بن عبد العزيز، نرصد من خلاله جهود العاملين في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق في وقت عيد الأضحى. خلوكم ويانا. سواعد العطاء تستمر بعملها لخدمة الكويت في كل المواقع، واليوم وفي عيد الأضحى العاملين في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري يواصلون عملهم في صيانة طرق الكويت، ويعتبرون هذا العمل واجب ورافعين شعار الكويت تستاهل. مهندسنا كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، صحة وسلام، بارك الله فيك، الله يعطيك العافية. ما شاء الله جهودكم كبيرة في صيانة الطرق يعني حتى في وقت العيد. الحمد لله ولله الحمد، تضافر جهود الإخوان واشتغلوا الحمد لله على مدار 24 ساعة، خصوصا في العطل الرسمية شغالين، يعني ما في راحة ولا شيء. كل هذا الحمد لله علشان نوصل لترجمة رغبة صاحب السمو حفظ الله ورعاه على أرض الواقع.
رغم الأجواء الحارة في وقت عيد الأضحى، إلا أن المهندسين والفنيين يواجهون حرارة الأسفلت وصعوبة الطقس بقوة. والله الكويت تستاهل أكيد. يعني إحنا يعني للأمانة كخطة عمل ما عندنا توقيف أعمال نهائي حتى في فترة العيد، يعني برنامج العمل ماشي. كلمة بتوجهها للأهل والأسرة في وقت العيد. كل عام وهم بخير، وإن شاء الله الله يعودها عليهم صحة وعافية، ويعودكم صحة وعافية إن شاء الله. وإن شاء الله بعد يعني ليس نريايا تكون الأمور في الأعياد إن شاء الله فيها فرحة وبذهاب الوباء إن شاء الله. الكويت في قلوبنا، وتعبنا يزول عند فرحة الكويت وهلها بإنجازاتنا. كلمات يأكد عليها العاملين في الطرق وقت العيد، ويعبرون عن ذلك بصوت واحد: كل عام والكويت بخير. ونعود بطاعة الله. نرجع معكم مشاهدين لمطار الكويت الدولي، يعني على الجهة المقابلة لصلاة المغادرة والوصول هناك ميدان آخر من ميادين البسالة والصمود. مضمار لا يعرف التوقف في أي يوم في السنة، ويعمل على مدار 24 ساعة قطاع عمليات الشحن الجوي. هذا العمل اللي لا يتوقف من عمليات التسليم وتسلم بضائع هنا وهناك، وحجوزات ما بين طبعا شحنات ومعلومات ما بين صادر وعابر في مستودعات لا تهدأ. خلونا نروح معاكم مع أختنا عائشة أحمد المتواجدة حاليا بقطاع الشحن الجوي، ونطلع على جهودهم اللي تضاعفت أكيد اليوم وراح تتضاعف كل يوم. عائشة مساء الخير، ونقول لك كل عام وانتي بألف خير. أكيد يا ريت لو تحطينا في الصورة عندكم وشنو هي الحركة اليوم في عمليات الشحن الجوي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. تفضلي عائشة. شكرا جزيلا زميلتي، مثل ما تفضلتي متواجدون في ثاني يوم من عيد الأضحى المبارك على رأس عملهم 24 ساعة على 24 ساعة، عيونهم يقظة على مختلف البضائع التي تدخل إلى دولة الحبيبة الكويت من أجل الحفاظ على أمنها ومنع كل الممنوعات من الدخول إلى دولة الكويت. ابتدينا البرنامج سواعد العطاء مع مطار الكويت الدولي، ونختم مع مطار الكويت الدولي وبالأخص الشحن الجوي. متواجدون طبعا درجة الحرارة مرتفعة هنا عندنا ورطوبة، متواجدين مفتشين وعلى رأسهم المراقب خالد الحوطي، مراقب التفتيش والاستيداع في الجمرك الجوي. استاذي كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. حدثنا طبعا واضحة جهودكم البارزة هنا، حدثنا اكثر عن تواجدكم في العطلة. والله اختي تشوفين انت، احنا يعني خلال عطلة العيد مارسين عملنا موجودين، يعني البضائع تشوفون حضرتكم احنا شغالين ان شاء الله يعني بدون توقف. يعني كلمة توجهها للمفتشين هني، زملائك واخوانك وابنائك؟ طبعا الله يعطيهم العافية اخواني وزملائي، اوجه لهم الشكر الجزيل يعني يشتغلون في الاوضاع انت شايفة، يعني جزاهم الله خير. يعني وصلت درجة الحرارة طبعا مرتفعة. طبعا لا ان شاء الله الشباب قدها ان شاء الله. قدها وقدود. شكرا جزيلا. وانت طبعا اكيد تشد من ازرهم في تواجدك هنا في هذه النوبة. ننتقل الى الجانب الاخر مع مساعد مدير النوبة الاستاذ خالد العدوان، ايضا حدثنا اكثر. وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. حياكم الله، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. الله يعطيكم العافية على الجهود اللي قاعد تبذلونها بحيث انكم تخطون للعمل الجمركي. دوامنا هني على مدار ال 24 ساعة تفتيش البضائع القادمة إلى البلاد وتأمين دخولها، سواء كانت بضائع تجارية أو شخصية، وعمل اللازم بحيث إذا كانت البضائع فيها ممنوعات نسجل محضر ضبط أمني أو تجاري. ممتاز. حدثنا أكثر أن أنتم بعيدين الحين عن أهلكم وعن أسركم وعلى رأس عملكم في النوبة. الله يعطيكم العافية، بالعكس حنا ودنا نخدم الكويت على مدار ال 24 ساعة، والأهل لاحقين عليهم، حنا دوامنا 12 ساعة نطلع ونشوف أهلنا.
الله يعطيكم العافية. الكويت تستاهل طبعا. أكيد. شكرا جزيلا، كانت هذه تغطيتنا لمحة سريعة على الجمرك الجوي في مطار الكويت الدولي. هؤلاء هم رجال الجمارك، هؤلاء هم رجال الكويت متواجدون في مختلف المناسبات ومختلف الأحوال الجوية يدا واحدة. هذا كل ما لدي، وكل عام وانتم بخير. في الختام عودة للاستديو. شكرا لك عائشة، يعني واضحة الجهود اللي قاعد تصل بهذه الأجواء في الشحن الجوي. شكرا جزيلا لك على هذه التغطية. طبعا أكيد تحية لكل العاملين بمطار الكويت الدول اليوم، يعني رفعتوا راسنا ويعطيكم العافية جميعا. شكرا. كمل معكم وسواعد العطاء، وتحية مستحقة لكل المداومين والعاملين بهذه الأعياد اللي تنازلوا عن راحتهم في سبيل خدمة الوطن، يعملون بدون توقف وفي كافة الظروف. لنتخيل أن خلال هذه الأجواء الحارة لا سمح الله تنقطع أو تتعطل الكهرباء وتنقطع المياه، هل سألت نفسك عن الجنود المجهولون الذين يعملون في سبيل استمرار هذه الخدمات حتى في الأعياد والمناسبات والعطل الرسمية؟ هم رجال يعملون مع الخطر داخل المحطات وما بين كيبلات طبعا أكيد الكهرباء وامدادات المياه وغيرها. راح نشوف معكم هذا التقرير من داخل إحدى محطات الكهرباء للتعرف على مهنة قليل ما نشوف مجهوداتها الحقيقية. لنشاهد. حياكم الله متابعين برنامج سواعد العطاء، وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. الآن احنا موجودين في وزارة الكهرباء والماء، تحديدا إدارة خدمة الطوارئ. خلونا نتابع سواعد العطاء في فترة العيد. في مواجهة أي طارئ، تواصل إدارة خدمة الطوارئ التابعة لوزارة الكهرباء والماء تقديم الخدمات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وبكل روح أبدوا العاملين سعادتهم بتقديم هذا الواجب خلال فترة العيد. كل عام وانتم بخير، وعساكم من العواد إن شاء الله تقبل طاعتكم، وانتم كل اللي يشاهدونا. الحمد لله هذا واجبنا طبعا، ان احنا نشتغل حتى لو بالعيد. احنا ما عندنا أوف عيد، سواء كان عيد الفطر، عيد الأضحى، أي مناسبة. إحنا بس دورنا إن إحنا نوفر الكهرباء حق المناطق اللي تنقطع فيها الكهرباء أو يصير خلل بالمحولات. حلو. إنزين، أنت اليوم يعني خاصة يوم عيد وغايب عن أسرتك الكريمة، شنو حاب توجه لهم اليوم؟ أنا ما أقول إلا كل عام وهم بخير، وعساهم إن شاء الله من العايدين والفايزين، والله يتقبل طاعتهم. وهذا واجبنا صراحة، يعني شيء مو غريب على عيال الكويت أنهم يشتغلون بأي حزة. التهنئة بالعيد ارتبطت بالإخلاص والتفاني بالعمل، ووجه الموظفين من مقر عملهم، خاصة أن طبيعة عملهم مرتبطة بشكل مستمر على مدار الساعة. عسى عيد مبارك عليكم، وادعوا لنا بالخير، وهذا عملنا ووجه الله، والكويت تستاهل أكثر من كذي بعد. حلو. اليوم أنت غايب عن أسرتك الكريمة خلال فترة العيد، شنو الرسالة توجهها وهم يتابعونا خلال البرنامج؟ أقول لهم كل عام وأنتم بخير، وهذا عملنا وعمل يشرف، ولأجل الكويت، والكويت تستاهل وأكثر من كذي بعد. وأنتم بخير وصحة وسلامة، وإحنا متواجدين 24 ساعة عشانكم وعشان نلبي احتياجات دولة الكويت. أنا الحين قاعد أوجه السايق حق موقع عندنا عطل، فراح يطلع السايق مع الشباب عندنا هني، وروح حق المنطقة ونحاول نصلح العطل الكهربائي. العاملين في إدارة خدمة الطوارئ كانت فرحتهم بالعيد كبيرة، بالشعور التام بالرضا وهم يشتغلون خلال هذه الفترة، ويعتبرون هذا العمل واجب وطني. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاد الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه،
وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ولا سمو الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ولا أصحاب المعالي والشعب الكويتي والمقيمين، وعيدكم مبارك. تقدم إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهد الأمين وإلى معالي الوزراء والشعب الكويتي الكريم بالتهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا من الله العلي القدير أن يمن على صاحب السمو وعلى جميع أفراد الشعب الكويتي الكريم والمقيمين بالصحة والعافية والتبريكات. وصلنا معكم إلى وزارة الإعلام، كنا وسنكون دوما في الخبر ونأتي طبعا بعد كل هؤلاء الأبطال العاملين في كافة المجالات لنؤكد على رسالتنا بالاستمرارية نحو تسليط الضوء على كل ما هو إيجابي في هذا الوطن. طبعا نحمل الخطر في كل مجابهاتنا وقصصنا التلفزيونية وأيضا الصحفية لنقدم لكم الحقيقة كاملة. طبعا في وزارة الإعلام نتكلم عن البرامج الترفيهية التي تحمل لكم كل الرسائل ومواد الحب والمواد الإخبارية اللي تصل لكم أو توصل لكم الأخبار بكل ما هو طبعا أكيد يهم هذا الوطن ومن هم عليه من مواطنين ومقيمين. طبعا فرحة العيد لا تهمنا بقدر تحملنا للمسؤولية وتحملنا لهذه المسؤولية اللي نوصل فيكم لها طبعا أكيد الخبر. راح نشوف معكم مشاهدينا هذا التقرير عن وزارة الإعلام وعملها خلال هذه الأيام المباركة. يا هلا فيكم، كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم. تلفزيون الكويت كان من جهات الدولة المهمة في مواجهة هذه الأزمة، والعاملين فيه كانوا على قدر كبير من المسؤولية وواصلوا عملهم بإخلاص طوال الفترة الماضية. اليوم احنا متواجدين معاهم علشان نشوف أجواء العيد وكيفية سير العمل. نهني الشعب الكويتي بهذه المناسبة وجعل الله يعني مناسبة خير، وأن يعود هذا العيد علينا أعوام كثيرة من الخير واليمن والبركات. وزارة الإعلام والعاملين في وزارة الإعلام يعني جهودهم مشكورة والله يعطيهم العافية، فعلا يعني بيضوها وفعلا يعني يستحقون كل التقدير والاحترام في هذه الجهود الجبارة. للأمان الكل صغير وكبير ما قصروا في الأزمة هذه في كل الطرق، ومداومين على فترة على 24 ساعة من كبير إلى صغير، من المسؤولين ما قصروا يعني معانا أول بأول، إحنا كمخرجين كمذيعين كمحررين كفنيين للأمانة يعني رايتهم في أكمل وجه. عيد الوطن يا محلى، هل السعادة عيد الوطن يا محلى، هل السعادة. نبتهل إلى الله عز وجل أن تكون بادرة خير لهذه البلاد والعباد، وأن يرفع الله عنا البلاء، وأن نكون إن شاء الله أفضل حالا من الأيام السابقة. كما نثمن الدور الكبير التي تقوم به وزارة الإعلام، ونحن معكم دائما ومتواصلين في بث الإعلام بصورته الموضوعية. كل عام وانتم بخير، تقبل الله طاعتكم، نتمنى لكم هذا العيد فال خير علشان نرجع لحياتنا طبيعية بشكل كامل. وإحنا في وزارة الإعلام مستمرين في عملنا على مدار الساعة لتأدية الرسالة الإعلامية بأحسن صورة، وفي النهاية ندعو الله بالشفاء العاجل لسمو الأمير ويمن عليه بالصحة والعافية. إحنا كموظفين قطاع الأخبار مستمرين في العمل طوال هذه الجائحة، وإن شاء الله نتمنى من الله أن يزل عنا هذا الوباء. من الله يعين الخير يكثر ويزيد، نتمنى من الله يعين الخير يكثر ويزيد، الأمل أصبح بيني العيد هالهلالة.
اذا ناخذكم وكاميرا سواعد العطاء الى خليه النحل ونتعرف على النحل في هذه الخليه. بيتنا الثاني اكيد قطاع الاخبار بالتحديد، ونقابل المحررين في هذه الخليه الذين لا يعرفون طعم الراحه ولا طعم النوم على مدار ال 24 ساعه. طبعا نقابل احد المحررين في طبعا قطاع الاخبار وزاره الاعلام، وقاعدين نجهز حق نشره الساعه 9. معانا زميل يوسف، يعطيك العافيه وكل عام وانتم بخير. وشلون شايفين الشغل خلال فتره العيد وخصوصا بهذه الظروف الاستثنائيه اللي تمر فيها البلاد؟ الله يعافيك. في بداية نقول كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. طبعا احنا نختار الايام هذه ايام مباركة نطلب فيها من الله سبحانه وتعالى ان يمن على حضرة صاحب السمو والدنا وقائدنا، ان يمن عليه بالشفاء العاجل وان يعود باذن الله قريبا سالما معافى. احنا طبعا قدرنا هني في هذا المكان ان نكون متواجدين على مدار الساعة في المناسبات وفي الازمات، نحاول كثر ما نقدر ان نوصل المعلومة الحقيقية، نوصل نعطي تطمينات للمواطنين، ننقل الحقائق كما هي. فهذا قدرنا ان ننقل كل اللي نقدر عليه، نوصله حق المشاهدين وننقلهم ونحطهم في الصوره ايضا. نعم، يعطيكم الف عافيه على هذه الجهود الجباره اللي شايفينها جميعا طبعا عبر شاشه تلفزيون دوله الكويت واخبار تلفزيون دوله الكويت بشكل خاص. يمكن ننتقل لبعض اخبارنا وبعض مراسلينا والمحررين في قطاع الاخبار. مساء الخير، نرحب فيك في برنامج طبعا سواعد العطاء، ونتكلم عن دوركم الملحوظ واكيد والمشكور في دوله الكويت وتلفزيون الكويت بشكل خاص. أول شيء الله يعطيكم العافية وما قصرت على التغطية، وكل عام أنتم بخير، وتضرع بالدعاء إلى الله أن يرجع لنا قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح لنا بالسلامة. ومثل ما أنتم شايفين احنا حاليا في قاعة التحرير، آلية العمل عندنا على مدار العام 7 أيام بالأسبوع 24 ساعة هني نحرر الأخبار من مصادرها الرسمية عشان ننقلها للمشاهدين أول بأول عبر نشراتنا الإخبارية في المواعيد المحددة إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية دائما وشكرا جزيلا لكم، ونقدر لكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. صحة السلامة إن شاء الله. إذا مشاهدينا مثل ما شفتوا معنا الموظفين في قطاع الأخبار بشكل خاص وفي وزارة الإعلام بشكل عام لا ينامون ولا يعرفون طعم الراحة ومستمرين دائما في العمل دائما. ونعود إلى الاستوديو وباقي برنامج سواعد العطاء. تقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية والشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات. وعيدكم مبارك. أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، والقيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن يتقبل طاعة الجميع، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. برنامج سواعد العطاء وصل لكم رسالة من جميع العاملين في جميع وجهات الدولة، ولكن هنا في ميدان المواجهة في قطاع الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون دولة الكويت، هنا نصنع لكم الفارق على مدار 24 ساعة لنكمل لكم الصورة. تواجدنا الدائم في قلب الحدث لتصبحوا شركائنا في نقل الشارع عبر شاشاتنا وعبر طبعا أكيد فرقنا ومراسلينا وكوادرنا واستوديوهاتنا المنتشرة في كل مكان، تواكب كل جديد من أجلكم. ف
فعلا أوجه الشكر لجميع زملائي اللي شفنا معهم هذه التقارير في هذه الأجواء في جميع الجهات في الكويت. يعني شفنا غطينا وزارة الأشغال والصحة والداخلية وغيرها وجميع هذه الأماكن اللي تبين الجهد الذي تعمل عليه هذه الوزارات لتقوم هذه الدولة بأكمل وجه. طبعا نقول لهم من كل قلبنا أكيد عساكم على القوة. ما أكيد قبل لا نختم معكم أكيد لا يسعنا إلا أن نقول شكرا لكل من اختار أن يكون في مركز عمله في العيد. شكرا لكل من اختار واجبه ورسالته لهذا الوطن بعيدا عن أهله. شكرا لجميع الوزارات. شكرا للي ما قدرنا نوصل لهم اليوم أو أمس، بس الثناء أكيد مستحق لكم وأكيد الإشادة مستحقة أيضا. شكرا للجميع في أكيد الجيش الكويتي الباسل ولكل العاملين بوزارة الدفاع والحرس الوطني. شكرا للعاملين في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية. شكرا للعاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات التعاونية وأيضا أكيد دور الرعاية، شكرا كبير لهم. شكرا للجمعيات الخيرية والإنسانية والمتطوعين الأجلاء. شكرا لكم جميعا، شكرا لكل من يساهم في خدمة هذا الوطن المعطاء بالسراء والضراء. طبعا أكيد قبل لا ننهي برنامجنا نتمنى من كل قلبنا جميعا كأسرة برنامج سواعد العطاء، كأكيد قطاع الأخبار، وزارة الإعلام بشكل عام، عودة حضرة صاحب السمو أمير البلاد إن شاء الله بصحة وبخير، يرجع نور هذا البلد أكيد، وإن شاء الله تكمل فرحتنا سواء في العيد وغير هذه الأيام. نكررها أكيد مرة ثانية ما نقول إلا عساكم على القوة يا أمل الكويت ومستقبلها. دمتم إن شاء الله بألف خير وعيدكم مبارك أخيراً.